بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي علق خلالها المحقق العدلي القاضي فادي صوان تحقيقاته، لا جواب حتى الساعة من محكمة التمييز حول طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بنقل الملف من القاضي صوان إلى قاضٍ آخر، هذا وكانت قد أرسلت محكمة التمييز الجزائية إلى القاضي صوان كتاباً تأكيدياً للحصول على ملف تحقيقات انفجار المرفأ. الاستاذ في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير راى ان هذه المساله هي تحت طائله صلاحيه محكمه التمييز التي ستتخذ القرار بهذا الشان القرار يمكن ان يكون بالايجاب لطلب الوزيرين السابقين وبالتالي التاكيد على الارتياب المشروع ولكن لا يمكن لهذه المحكمه ان تعين محققا عدليا اخر اذا يمكن للمحكمة أن تتخذ قرار إما برفض الادعاء بالارتياب المشروع أو بالتأكيد عليه وفي الحالتين في الحالة الأولى تكف يد القاضي صوان كمحقق عدلي على أن يعود للسلطات المختصة تعيين قاضٍ بديل وفي الحالة الأخرى يستمر القاضي صوان في مهامه حسب ما هو مرسوم وكأن شيئا لم يكن في هذا الاتجاه. طبعا الموضوع يأخذ جدلا كبيرا في القانون وفي السياسه وفي الاعلام ولكن هذا الموضوع اعتقد انه ليس موضوعا بسيطا او محدودا او محددا بعناصر معينه، ربما يفتح المجال امام ادعاءات اخرى وقضايا اخرى في هذا الموضوع تتعلق ب العملية التي حصلت في أربعة آب كيف حصلت وكل ما رافقها طبعا في السنوات الماضيه صفير شدد على وجوب ان ترفع اليد السياسيه عن القضاء لكي يكون هناك محاربه حقيقيه للفساد والا سنصل الى انهيار اكيد وحول الخيارات المتاحه امام محكمه التمييز نقلت مصادر مطلعه بان هناك اجتهادين ازاء كيفيه التعاطي مع رفض تسليم ملف التحقيقات الاول يقول بانه على المحكمه ان تكتفي بجواب صوان لكي تبت بالدعوه اما الراي الاخر فيذهب الى تاكيد وجوب تزويد المحكمه بملف القضيه لكي تتمكن من البت بوجود الارتياب المشروع من عدمه ربطا بما يتضمنه من تحقيقات استند القاضي اليها لكي يسطر ادعاءه بحق مقدمي الدعوه ضده